فكر لأنه أخي ومتعلم فيك تتكبر عليه. طول عمرك بتفكر هيك، بس يا ويلك ويا سواد ليلك إذا بتستغله لأخي. أنا بدي استغله؟ ليش خيك كان قلع بلاي بهالبلد؟ ليكي سعاد اوعى تطلعي علي بالعالي، أنا ما خلق يلي بده يهددني. وطي صوتك. ما بدي وطي صوتي. وإذا مفكرة إنه المي ماشي من تحت إجري وماني دريان بتكوني غلطانة، غلطانة كتير. شلون يعني؟ أي مي عم تحكي عنها؟ عم بحكي عن الوصية. الوصية يلي أنت وخيك سهيل نايمين عليها. دخلك ليش مخوفتكم هالوصية؟ ليه؟ منا خايفين، بس مستغربين. اوعى تفكري إنه ما حدا منتبه لكم. قرب يدوب التلج وبين المرش. سعاد، جبت لك الغراض يلي طلبتيهم. ما بدك شيء أنا ماشي. إيه بدي. عوض. شبك؟ شو عم تسألي عني صرتي؟ عم تهتمي فيي فجأة؟ أنت ما بتشبك. لك ما بيكفي حاج؟ كنا على وجعك لأنه بدها تطلع ريحتك. بلا ما تكون بنتك سببك عيب. ايه شو خصها بنتي هلا؟ انا عم حذرك هلا. شو بدك تعملي يعني سعاد؟ شو بدك تعملي؟ بس بقول له لجابر قصه عمولاتك من شريه المطعم الجديد لهلا ما بيعرفها. شو يعني عم تربحيني جميله انك سكتتي عني؟ قولي له ما فرقاني معي. بعدين اذا انت شايفتيها غلط انا ماني شايفها غلط. في شيء بالدنيا اسمه كوميسيون، عموله، عموله بتطلع من حيالله شروه اللي كان وين ما كان. بس مو من ظهر جابر. ابن حماك اللي ما شفت منه إلا كل منيح. انت هيئتك ما بدك تفهمي. الكوميسيون انا اخذته من الزلم اللي عنده محل يلي بيعه لجابر، مش من جابر نفسه. رجعت لندالتك، شفت انك ما بتتغير. يا الله على هالنهار. سعاد ما تجننيني. انت اللي رح تجنني بعمايلك رياض. يا سعاد يا سعاد، انا اخذت الكوميسيون من جهات صاحب المحطه مش من خيك.